السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وليد. رجعتكم في فيديو جديد من سلسلة تجربة ألعاب البلاي ستيشن 2. شباب، اليوم راح نجرب لعبة ديفل ماي كراي 3. ويلا قبل ما نبدأ، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ويلا نبدأ. طبعا انا داخل في اللعبة من قبل شباب. هاي ديفل ماي كراي 3، راح اعمل لود جيم، اضغط على اكس. ها هي الميموري الاول، وهكذا يس. ننتظر شباب. طبعا التحكم راح يكون شوية صعب شباب، لأني أصور لكم وألعب. راح نجربوا اللعبة أصلا، فقط ما راح يكون جيم بلاي طويل، تجربة فقط خفيفة للعبة. تخطى تخطى، ما يهمنا هو الجيم بلاي. ستارت ميشن. طبعا انا متوقف شباب في الميسيون التالتة، لانها صعبة ما قدرت اتخطاها. ها شوفوا شباب، راح اصعد من هنا. ليس هنا الطريق، من هنا اتوقع. ليس هنا. من هنا شباب، راح ادخل من هذا الباب. ها هم الاعداء الكلاب، ها هم. ابلع ابلع. طبعا انا فتح هذا السلاح شباب، ماني عندي هذاك السيف، انا استعمل هذا السلاح. طبعا عندي مسدس شباب، ها تشوفونه، اضغط على مربع لكي يضرب بالسلاح يطلق، واستعمل هذا السلاح تاعي هكذا بالمثلث، والدائرة لكي تعمل داش، و اكس لكي تقفز. يلا ادخل. يو كمية الأعداء. أوه. ابلع. يو قريب اموت شباب. قضينا عليه. مت. ريستارت. يلا شباب، وصلنا الى نهاية الفيديو. اذا اعجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ويلا مع السلامة.